ما حافظتش ان المرأة مهم شيء. اذا اهلا وسهلا بكم مشاهدين، شفت في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء بالضبط في منطقه ديال الهراويين. معنا ام ميمينه اللي كانت عندها ام زينب اللي عندها مرض ديال السرطان ديال الثدي، وهي كتصارع معاه منذ يعني 10 سنوات من 2011 كان مهم شي. هيا معنا اليوم باش عاود لنا القصه ديال المعاناه ديالها مع مرض السرطان. السلام عليكم ام زينب. وعليكم السلام. كلشي مزيان؟ عاودي لينا ام زينب، كيفاش هذا المشكل اللي عشتي مع السرطان؟ انا مصابه بمرض السرطان من 2011، صابت المرض في 2011 ومشيت درت العمليه الاولى، العمليه الثانيه، العمليه الثالثه، كان كيبقى كيرجع ليا المرض. درت لاشيميو ديالي، كنولي عامين 3 سنين بخير، شويه حتى كيرجع ليا المرض. هذه الرابعه في المرات اللي رجع ليا الحمد لله. يعني فين ما كيتعالج كيعاود يرجع لك؟ كيتعالج عامين 3 سنين كيعاود يرجع. وشنو قالوا لك الحل الاطباء؟ شنو قالوا لك في الحل في هذه المساله؟ كيقولوا الامل في الله تعالى وتبارك، كيقولوا لك تبعي الكلو ديالك. ودابا كنت كندير لاشيميو، دابا مابقاش عندي الجهد ديال لاشيميو، عطوني هاد الدواء هذا كتشوفوا فيه اللي هو غالي. للتذكير فقط، ان قبل ما نجي عند ام ميمينه فجيت عندها هضرات مع الابنه ديالها وشرحت لي السيتياسيون يعني اللي كدار. قالت لك فاش كانت كدير شيمي يعني الاطباء يعني شافوا ان الهيئه الجسمانيه ديالها ما بقاش كتحمل هذاك الشيمي، وعطاوها واحد الدواء يعني خصها تسربوا في 21 يوم ياك ام ميمينه، كل 21 يوم. وهذا الدواء الثمن ديالو، هذا الباكي الثمن ديالها 2 مليون، يعني كل 21 يوم خاصها 2 مليون زائد واحد البره اللي كتساوي 5000 درهم ياك ام ميمينه. يعني الدواء ديال 2 مليون و80 زائد الدواء ديال 100000 ريال يعني 3 مليون. يعني كل 21 يوم خصك 3 مليون. ابار كل 3 شهور كديري سكانير ولا رام، يعني مصاريف كثيره وانت ما في حالك. مصاريف كثيره والحمد لله والشكر لله، ما عنديش اللي خدام ليا كي الله تعالى وتبارك. كانت عندي الراميد كنت كنعاون بها شي شويه، ملي تعاود الراجل ولا كيتخلص في لاسينيس يحيدوا لي الراميد. وشحال كان الزوج ديالك فاش كان خدام؟ كان خدام واحد الخدمه كيفصل الدجاج في واحد الشركه. ما خدمش كاع بزاف، ما عندوش شي حاجه يعني حتى المبلغ اللي كيتقاضى في شهريا يعني ما ضعيف بزاف، ما كاينش بكري ما كان لا ثاني لا والو. كيشدو حتى 18000 ريال ما كاينش كيدير لها في الشهر، ما كاين كيدير لها. كيف ما كتسمعوا الاخوان، يعني راجل كيشد 18000 ريال في الشهر، وهاد الدواء هذا داير 2 مليون و80000 ريال زائد واحد البره اللي دايره 5000 درهم، يعني يقول 3 مليون مسكينه اللي خاصها في كل 21 يوم. وفي 3 شهور، من 3 شهور 3 شهور خاصها دير سكانير ودير الرام باش يشوفوا التطور ديال المرض ديالها، واش هي يعني توافق مع العلاج ولا هي باقي عندها يعني باقا مسكينه عندها نفس المشكل. حيت المرض ديالي بدا كينتشر اولدي، تقاست لي الريه، تقاست لي الكبده، الحمد لله والشكر الله الحمد لله. خاصني العظم الحمد لله. مش بكيش ام ميمينه، ان شاء الله قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله حنا راه سبب، ربي اللي كيبقى ربي اللي كيداوي ام ميمينه. الحمد لله. اش بغيتي تقولي للناس اللي كيشوفوا فيك ام ميمينه؟ كنقول للناس بغيت رسالتي توصل لهم، بغيت تشوفوا تحت القلب ديالهم، يشوفوا من حالي، يتعاملوا معايا على هكا.
انا ما بغيت والو من الدنيا، بغيت الرحمه ديال سيدي ربي والعلاج ديالي. الله يشد ليهم فين عز عليهم، الله يجعل سيدي ربي يعطيهم التمن ديال الخير. الا فكوا كربات عتيق الله نفك كربات الدنيا واهل يبدل العواشر يا سيدي ربي. ان شاء الله ميمينه كيف ما كتشوفوا مسكينه ميمينه، ما يعني ما في حالات، ودابا هي جالسه غا عند بنتها. هي كان ميمينه عند بنتي، وبنتي حتى هي غا كاريه مسكينه كيما كان الحال. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. اذا كيف ما شفتوا معنا ميمينه مسكينه كتناشد القلوب الرحيمه باش يتعاونوا معها مسكينه في الدواء هذا اللي غالي عليها بزاف، وماشي بالاستطاعه ديالها. حنا كاع مغاربه وكنحسوا ببعضياتنا، يعني باش كل 21 يوم خاصك 3 المليون، راه فهمتي راه ما يمكنش اي واحد غادي تكون عنده هاد الفلوس هادي. وكيف ما كتشوفوا الحاله ضعيفه ديال ميمينه مسكينه، انت ما خدام ما كنتيش خدامه ميمينه، حتى الخدمه في الديور وليدي راك عارف، يعني ما عندك لا اوراق لا والو. ما عندي لا اوراق لا والو، كنخدم مع هاد العيالات والدراري صافي. اللي قلبت الصحه انا بارك الله فيك الحمد لله، انا بارك مع البنيه ديالتي قابله عليا مسكينه، يخلي لها وليداتها اكاريه واخده ولد الناس على قد الحال. الحمد لله شكرا الحمد لله. والطبيب شنو قال لك ميمينة على حساب الدواء؟ يعني ما يمكنش تبقاي ديري الشيمي، شرحي لينا شنو قال لك. يعني ما بقاش عندك الجهد ديال الشيمي، قال لي ضروري تبقاي ديري هذا الدواء، حيت الشيمي واعر عليك، يعني الجسم ديالك ما بقاش كيتشقى. عطاوني واحد الحصه ديال الشيمي ولكن ما قدرتيش عليها، مت غيبت انا عشت في السبيطار والحمد لله. ودابا قال لك خصك تمشي للدار باش تبقاي ديري الدواء حتى تحسن الحاله ديالك. الدواء المشكل هو ما يتقطعش الدواء، ما خاصش يتقطع الدواء. يتقطع. وهاد الباكي هادي شكون اللي عطاها لك ام ميمين؟ عطاتها ليا الطبيب. يعني اول مره غتاخذ هاد الباكي هادي؟ عطاته ليا الطبيب، قالت لي انا عاونتك به دابا حتى تشري. يعني ملي غيتقاد هذا خصك ضروري، ما خصوش يوقف، ما خصوش يوقف، يعني كل 21 يوم. بقات عندي غير هذيك، هذه هي كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. نتمنى من الله يدير لي مخرج ديال الخير ان شاء الله. ميمينه يكون خير. كيف ما كتشوفوا النمره ديال ميمينه هي 0627 37 57 89. هذه هي النمره ديال ميمينه اللي بغى يعيط ليها واللي بغى يعاونها. وحنا في هذا الشهر ديال المغفره وديال يعني التآزر بيناتنا، وكيف ما حنا مغاربه معروف علينا اننا الحمد لله كنديروا الخير في بعضياتنا وكنبقاو في بعضياتنا. ميمينه مسكينه هي واقفه قدامنا كيف ما كتشوفوا كتصارع المرض اللي عندها ديال سرطان الثدي، وحنا كنعرفوا الخطوره ديال هذا المرض هذا. وهي مسكينه كيف ما كتشوفوا فيها راه ما قادره دير والو، يعني طريحه الفراش ما كتنوضي ميمينه، ما كتخرجي ما والو. لا ما كتقدرش. هضرت معايا بنتها قالت لي مسكينه ولات كتسخاف وهذا ما بقاش كتقدر تخرج. كنت كنسخاف ولا عندي القلب الحمد لله شكرا. الكلمه الاخيره شنو بغيتي تقولي لنا فيها ميمينه؟ الرساله ديالتي بغيت تلحق خوتي، خوتي المحسنين داخلين ارض الوطن وخارجين ارض الوطن. اللي بعيد انا بغيتو يشوف بعيني وحنا بقلبه، واللي قريب مني راه يجي يزورني ويشوف بعيني شي اللي عطاني. هاد العلوان فين ام ميمينه؟ هنا الهروين. الهروين العمران؟ العمران. اذا العمران ديال الهروين، العمران ديال الهروين. والزوج ديالك فين كاين دابا؟ في مراكش وفي الشيشه. ما عندك شي وليدات اخرين؟ عندي جوج بنيات، البنت اللي شتي متزوجه وواحده اخرى والثالثه قاصره عندها 15 عام. كتعيش مع الاب ديالها؟ لا كتعيش معايا. كتعيش معاك مسكينه؟ كنعيش مع بنتي هذه اللي كاريه، وحنا مجموعين معاها والحمد لله. اذا ام ميمينه نتمنى ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله تلقاي شي صالات للناس اللي يعاونوك ان شاء الله باش تمرض. نحن القلوب على بعضنا يا سيدي ان شاء الله. ام ميمينه ما بقى لي الا نودعكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى ان شاء الله من شي محسنين انهم يتعاونوا مع ام ميمينه. هي في حاجه ماسه الناس باش يتعاونوا معاها، لان بزاف عليها انها تاخذ الدواء كل 21 يوم خصها 3 المليون. وكيف ما كتشوفوا في الحاله هي راه مسكينه راه غا عند بنتها ساكنه عندها بما دار الله تاويل ديال الخير. نتمنى ان شاء الله تواصلوا معاها وتعاونوها. اذا ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.